الفيلم ده فيه حاجة حلوة قوي. الفيلم ده صحيح انه يمكن ما فيهوش ممثلين مخضرمين، بس في مفاجآت كتيرة حلوة، يعني أداة الناس والاكتشاف والأول مرة منها أحمد غزي الحقيقة. وبرده كمان تاني مرة ومن غير ما تعيط، دي مش مجاملة. ماشي، عشان بس ما يتريقش علينا أستاذ عبد الرحمن. يعني عندك حتة النجومية، أنا متأكدة أنه كتير من اللي هيدخلوا الفيلم هيرهنوا عليك في أعمال كتيرة جدا، زي ما نور عامل أداء كمان محترم جدا. طيب أول ما شفت الشباب مين بقى اللي كان؟ أنا عندي موقف مع كزبرة كده عايز أحكيه قدام الناس كلها. احكي يا أحمد. أنا لما جالي الفيلم ده وأستاذ رؤوف قال لي أنت مفروض قال لي مفروض يعني أن أنت حاجة كبيره جدا، فانا كنت انت الفيلن يعني او في الاول يعني كان كزبره قاعد قدامي، فكنت بتكلم معاه بقول له جاهز، فبيقول لي انا جاهز جدا طبعا، ده انا اعمل الادوار دي كلها وانا مغمض عيني. ياه. فانا الرد لا مش كده يعني. كان بيهزر. هو كان بحسب ان هو مش معايا في الفيلم. لا هو كان بيهزر، هو كان بيهزر بجد. فانا فضلت باصص له وما كنتش بتكلم، لان انا كنت بقى انا يعني من اول لحظه دخلت فيها المكتب ده كنت عايزك افهم انا ازاي يعني ازاي ممكن فعلا شخص زي كزبره اخده تحت جناحي وافهم بقى دماغه فيها ايه يعني. ففضلت باصص له ما بتكلمش معاه، انا بص عليه وهو حاسس ان هو في حاجه، في ظابط قدامه لمده دقيقه لحد ما اتخض كده، قال لي هو في ايه يا عم انت بتبصيك ليه؟ بس وبعدها رحت ضاحك قلت له بص انا بشتغل، فرصه سعيده جدا، باي باي، ومشينا بعد كده. ده ايه الغموض ده؟ مش عارف. وخلاص. جاي. وبعدين رجعنا بقى اتكلمنا تاني، اول مره رحنا واحنا بقى قعدنا مع بعض بقى، وابتدت بقى قصه الـ الصداقه دي من هناك يعني. طيب انت انطباعاتك عنهم كانت عامله ازاي؟ انا اول حاجه والله مبسوط ان انا مع حضرتك. اشكرك. وانا الموضوع كان بالنسبه لي اصلا كنت مبسوط جدا ان انا همثل اصلا، يعني ان انا همثل دي كان بالنسبه لي مبسوط ايا كان ايه هو الحوار. فلما قريت الورق لما جالي السكريبت استاذ طارق الجنايني اول حاجه هو اللي رشحني، فعملت اوديشن وكنت رايح على شخصيه حد تاني. على حد تاني؟ انت كنت رايح على دور اصغر من الدور اللي بعد كده اخدته. وانا قلت بقى يمكن دي فرصه اشوف ايه الورق. فلما رحت وقريت السكريبت فقالوا لي اعمل اوديشن، فعملت لقيت استاذ رؤوف قال لي لا انت في دور اصلا تاني، انا شايفك في حاجه تانية. فما كنتش لسه اعرف اصلا مين الشباب اللي معايا او ايه يعني انا ما كنتش لسه عارف اي حاجه. فتمام لحد لما قابلت غزي، كان اول حاجه قابله في هناك في وكانت داخله مش الطف حاجه، حسيت اللي هو قاعد هو عمال يبص لي طب انت بتبص لي في ايه، انا عملت ايه، ما فيش حاجه. فبيقول لي انت جامد، فقلت له لا انا اقدر اعمل الادوار دي كلها، ما انا عايز امثل بقى. فانا عادي حسيت ان هو انا بقى انا حسيت ان هو تبع الانتاج بقى، فانا جامد. انا مش فاهم هو مين. انت فاكره يا عيني من شركه الانتاج؟ انا مش فاهم، انا بس انا جامد وبتاع شغل لله يا احمد. بس فانا الورق طبعا لقيت الورق عجبني جدا، لان هو قريب من حاجه، انا من منطقه شعبيه وطبعا كل الحاجات دي انا قريبه مني، كنت حاسس ان انا بعمل فيلم حقيقي يعني فيلم من الشارع بجد قريب للناس. فانا اتبسطت جدا ان اول فيلم هعمله هيبقى حقيقي يعني ومع الشباب، يعني انا مش قادر اتكلم ان هم ساعدوني قد ايه بصراحه والله. طيب مين بالنسبه لك كان اكتر واحد غامض ومش مفهوم؟ اكتر واحد غامض ومش مفهوم هو ده مديتيشن يعني، ده المديتيشن هو تعبني شويه، لان هو كنت بخش عليه الاقيه مولع شمعه وعامل لي كده، كان بيجهز بطريقه معينه. عايز اقول له لا 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 معلش، ده مشغل اوبرا وده مولع شمعه وعامل كده. لا ده لسه ده حوار ده. لا ده انا لا انا اصلا دخلت لقيته بيقول لي انت لازم تهدى، فقلت له تمام، ما هو بقى انا ضيعه اليمين يعني المفروض في الفيلم فاعمل كده. فعملت لقيته طفى النور، فانا قلت له في ايه يا عم، انا عايز انا جاي مش جاي على كده انا اصلا خالص يعني. ف
فعمل لي اللي هو قال لي اعمل كده. عملت لقيته قام قطم لي ظهري لورا مره واحده، فانا مش فاهم ليه. بقول له ده براحه. فقال لي فين نزل رجلك، اعمل تمارين. كل الحاجات دي انا مش فاهمها يعني. هو عمال يقول لي مديتيشن، استرخي خالص، غمض. فانا عملت كل الكلام ده. اللي انت شايف ايه؟ قلت له انا مش شايف حاجه. انت شايف حاجه؟ انا مش انا شايف انا شايف رعب. انا حاسس ان انا قاعد مع دجال. فعادي. فلو فبس فجيت عملت كده وتمام، وعملت اللي هو قال لي. فدخلت عشان عندي مشهد، فاستاذ رؤوف واقف قدامي، فبيقول لي المفروض ليه انا اتكلم. فكل ما تيجي ان انا اتكلم مش عارف اقول حاجه، جسمي كله سخن. انا مش فاهم، انا مش جسم مش عارف اقول ايه. فكل ما اجي فبيقول لي انت ما نمتش؟ قلت له لا، انا هو غزي خدني قال لي انت هتعمل كده، ولع لي شمعه وقال لي انت مالكش دعوه انت بالكلام ده، انت مش عايزك انا مديتيشن انت. ايوه انا محضر الشخصيه يعني، انا شخصيه فن اللي هو بتتحرك، فاللي هو ما كانش عايز الغموض اللي طب والاستاذ اللي بيسمع الاوبرا نور بقى بالنسبه لي اللي هو يعني، انا كان في الاول اللي هو اول ما كنت بتمرن شفته، فطبعا بتكلم معاه لقيته بيبص لي وما بيردش عليا. ده عشان الدور. فانا ما فهمت. ده عشان الدور والله. قلت له اه ماشي. فانا طبعا انا ما يعني انا بكلمه بقول له ايه يا عم احنا اصحاب ومفروض في الفيلم عايزين. فبيقول لي الدور بيقول كده. قلت له الدور بيقول كده، طب ما تسلم عليا اتكلم معايا وقول لي. متقمصين الشخصيه. يعني هو داخلين نور وغزي كانوا بيجهزوا الدور قوي قوي لدرجه انهم بيتكلموا بره بره الكاميرا بالشخصيات. في مشهد معين هما المفروض بيشدوا جامد مع بعض، فشدوا جامد فكت، فضلوا يزعقوا لبعض. فلقيت كزبره راح قرب مني قال لي يا عيال اتجننوا. احنا لو لقوا بيقول لي بقى عشان نشوف نتصرف ازاي بقى يعني. مش طبيعي. هو نور بيقعد شويه يتكلم كانه هو الشخصيه، حتى لو مثلا هو داخل معايا المشهد بس هو ملوش كلام معايا انا، بس يبدا يتكلم معايا انا كانه ماجد. احنا دلوقتي داخلين نعمل كذا مش عارف ايه كذا. فده كان ماجد بيكلم عمر مش نور بيكلم، حتى لو ده مش مطلوب جوه. يعني هم حتى لما بقوا جوه الشخصيات قوي، واحنا مثلا بيلعبوا كوره او بلاش احنا بنلعب عشان هم بيلعبوا كوره، لا بقوا يفشوا مع بعض القفش بتاع الكوره اللي هو لا دي منك الجون ده من، والجون ده اصلا تمثيل هو مش حقيقي. بس هم كانوا جوه ده قوي يعني. بس وحضرت جلسه الاستاذ احمد غزي مره في الكرفان، كانت صعبه برضه. جلسه تحضير ارواح. كانت صعبه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يعني، عشان برضه ما نظلمش النور، لان هو فعلا كان بيعمل دوره بجد فعلا. احنا كمان عملنا حاجه يكاد اصلا ممكن نور اول مره اكون بعترف له الاعتراف ده دلوقتي حالا. لا انا عارف. اول لما جينا نشتغل انا كلمت كزبره في التليفون، قلت له احنا مش هنتعامل معاه ولا هنشوفه، ولما نسافر انا وانت هنسافر لوحدنا او مع بقيه الناس ومش هنطلعه معانا. عشان كزبرة سابه وسافر معانا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.